معانا الاستاذ سيد من الاسماعيليه، اتفضل عشان ناخد بقى الاجابات مجمعه من الكابتن. اتفضل استاذ سيد. عليكم. مساء الخير عليك. منورين الشاشه طبعا، احسن مذيعين في مصر. كابتن علي ابو جريشه طبعا مساء الخير. مساء الفل. علي انا سيد عبد الرحيم. ازيك يا ابو السيد؟ اوه كابتن سيد بازوكا. كابتن سيد. انا بطعم بشكركم يا حبيبنا. يعني انا بش الله يخليك، انا بشكركم طبعا على الحلقه الجميله دي. ربنا يخليكم لينا يا رب انكم مفتكريننا. وانتوا حد ينساكوا يا كابتن سيد؟ ربنا ده احنا كنا واحنا صغيرين بنقعد نتفرج عليكم وننزل نقلدكم في الشوارع واحنا حافيين. فيعني انتوا في وجداننا. وانت استاذ خيري، انت بتخلينا نقلب كاميرات التلفزيون كلها عشان تبقى عارف. ربنا يكرمك ويخليك. كل القنوات والله. يعني يا كابتن اذا كنا بنتكلم في حب الاسماعيلي، فانتوا اللي خليتونا نقول في حب الاسماعيلي قصص واشعار كمان. يعني كان العصر الذهبي والاداء العظيم. طبعا احنا بنشكرك اساسا على المفاجاه الحلوه دي. يعني ما كناش عارفين ان حضرتك. اتفضل. انا اللي بشكركم، اقسم بالله انا اللي بشكركم انكم فاكريننا. فده احنا كنا بنتفرج عليك لسه امبارح. في القلب، في القلب. لو عندك اي تعليق يا كابتن او خلينا نقول. لا انا تعليق ان انا بشكركم بس. انت مجرد ظهورك معانا مع الكابتن علي ده حاجه تشرفنا. طب مش عايز تقول حاجه لكابتن علي؟ عايز اقول له، بقول له ربنا يكرمك يا علوة واحنا في ظهرك كلنا ان شاء الله يا ابو سيد. ان شاء الله. ماشي يا علوة، تصبحوا على خير. وانت من اهل خيرك يا كابتن، ربنا يخليك.